A male has different genotype possibilities than a female. ها هسه من ساعة ناقشنا شنو هو الأناث، هنا راح اشرح نناقش الذكور مالت من مال نب... مال الدروسوفيلا ذبابة الفاكهة. سنس لأنه ليش ها يقول الجينوتايب مال الميل يختلف عن من عن الفيميل، ليش؟ لأنه اكو احتمالات تختلف. سنس لأن هي هاز اونلي ون اكس كروموسوم paired with a Y. ها ليش؟ لأنه تختلف الاحتمالات. أنا أقول لكم ليش تختلف، لأنه هناك عندنا جينين، two copies of genes، نسختين من الجين، بينما بال... ليش؟ لأنه أكس أكس كروموسوم بالفيميل، هنا لا، مش راح أصير، راح أصير أكس واي كروموسوم، فاحتمال الاحتمالية مال النسخ بالذكور نسخة واحدة راح تجينا، مو نسختين، نسخة واحدة من الجين بالذكور، بينما بالأناث لا، نسختين. ليش؟ لأن أكس أكس، وبما أنه هذا الجين يعتبر أكس لينكد، ليش؟ لأنه هذا الجين الوايت كولر الدروسوفيلا وين موجود؟ موجود بالأكس كروموسوم، ما موجود بالواي كروموسوم، فإنه إيش راح يختص؟ راح يختص وجوده فقط على الأكس كروموسوم، وذلك بالذكور شاح نوجد جين، وجد فقط نسخة واحدة. ليش؟ لأنه فقط أكس كروموسوم واحد موجود عند الذكور. أوكي. He will have only one copy of any X-linked genes مثل ما وضحتكم. For instance, على سبيل المثال, in the fly eye color example, the two genotypes, a male can have R. ها. هنا راح يختلف. هناك ايش عندنا؟ three genotypes شفنا. XW capital letter, XW capital letter, XW capital letter, XW small letter. والجينوتايبس الاخير اللي شفناه اللي يعطينا اللون الابيض اللي هو اكس دبليو سمول لتر، اكس دبليو سمول لتر. اوكي. A male have R X W cap Y. ها اذا هنا ايش راح نجي بالذكور؟ ما عندنا اكس اكس، ايش عندنا؟ عندنا اكس واي. خوش حج. فمجرد وجود اليل واحد على الاكس هو راح يحدد لنا اللون، اللون بالنسبه للذكور. بس قال لي الواحد راح يحدد لنا شلون. هسه هذا ايش عندنا؟ عندنا اكس دبليو كابتل لتر ويا واي، شطاننا طانا ذكر لون عيونه حمر. اوكي. اند الاكس دبليو سمول لتر واي ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا ذكر من ذبابه الفاكهه لون عيونه ابيض. ها شوفوا هسه مو واحد يقول لي استاذ موجود بس دبليو وحدة طونة، اي لانه بالذكور ما عندنا اكس ثانية، فوجود نسخة واحدة من هذا الجين راح يحدد لنا لون العين في ذباب الفاكهة، نسخة واحدة. وات ايفر، على اي حال، اليل ذا ميل فلاي انهرت فور ان اكس لينكد جين will determine his appearance because he has no other gene copy. وهذا مثل ما وضحتكم، قلت لكم انه يابه وجود فقط اليل واحد بالذكور كافي لتحديد لون العين، عكس ما بالاناث لا، المفروض اثنين نسختين من الجين يلا يحدد لون العين. Rather than homozygous or heterozygous, males are said to be hemizygous for X-linked genes. هنا انتبهوا لنا. احنا ايش عندنا؟ عندنا مصطلحات الهوموزايغوس ذكرناها. شنو هوموزايغوس؟ R capital letter، R capital letter. اثنيناتهم مشابهات. هذا شنو هوموزايغوس؟ الهيتروزايغوس عندنا؟ عندنا اليل R capital letter وال R الثاني small letter. هذا شو صحوا له هيتروزايغوس؟ اللي هو المختلف، وهذاك الهوموزوغوس اللي هو متشابه الزيجة، وهذا الثاني اللي هو R capital letter R small letter. شو يعتبر؟ يعتبر انه مختلف الزيجة او متباين الزيجة. هنا اجانا مصطلح جديد يسحوا للهيميزايغوس، يعني نصفي الزيجة او فرداني الزيجة. ليش هذا؟ لانه هذا ما بي اكس، يعني ما بي جينين، بي نسخة واحدة فقط من الجين، لذلك يصحوا للهيميزايغوس. دير بالكم على هذا المصطلح. We can see how sex linkage affects inheritance pattern by considering a cross between two flies. هنا راح نجي اكو مثال، هنا هذا عندنا يعتبر مثال راح نشرحه
هسه بالبداية بس نقرأ وبعدين ايش راح نسوي؟ راح نشرحها بالصورة بالسلايد اللي بعده. We can see how sex linkage affects inheritance patterns by considering a cross between two flies. هنا راح المثال يتكون لنا منين؟ من ذبابتين، اكيد يعني ذكر وانثى لازم، لانه هو هذا النظام مالت sex determinating system اللي هو نفس نظام الانسان اللي هو يعني يعتمد عليه من على الكروموسومات الجنسية. فراح تكون بين من بين ذبابة ذكر وذبابة انثى. A white-eyed female. ها وايت من تسمع وايت ايد فيميل بمعنى فيميل، اذا شنو اكون راسا شو تقول؟ تقول لازم اكس اكس كروموسوم. اوكي. لون العين ابيض بما انه ابيض، اذا ريسيسيف اذا متنحي، اذا ايش راح يصير الجينوتايب مالته؟ اكس دبليو سمول لتر، اكس دبليو سمول لتر. اوكي. اند هاي اللي هي انثى اللون عيونها الابيض راح نضربها ويا من ويا ذكر اند اريد ايد ميل راح نضربها ويا من ويا ذكر لون عيونه حمر. لون عيونه حمر ايش راح شنو الجينوتايب مالته؟ الاكس دبليو اكس دبليو كابيتال لتر واي. ليش واي؟ لانه ذكر فلازم واي. واكس دبليو كابيتال لتر لونه احمر، احنا قلنا بالذكور وجود جين واحد نسخة واحدة من الجين أليل واحد كافي يحدد لون العين بالنسبة للذكور. If this gene were on a non-sex chromosome or an autosome, we would expect all of the offspring to be red-eyed because the red allele is dominant to the white allele. What we actually see in the following. Okay. يقول لك هاي إذا ما إذا إذا هذا الجين موجود بالكروموسومات الاوتوسوم الاخرى لا، ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا انماط تختلف عن اللي راح يعطينا هسه. خلي نشوف المثال. جين المثال هذا البونت سكوير اناليسيس اوف سكس لينك تريت. هذا البونت سكوير اللي راح يوضح لنا الصفات السكس لينك المرتبطه بالجنس. اوكي خلي نشوف ايش عندنا. احنا مثل ما قلنا راح نضرب ميل جميت، عندنا الميل فوق والفيميل باتجاه الايسر، هذا البوينت سكوير. عندنا الميل لون العيون مالته حمر، والفيميل لون العيون شنو؟ بيضاء. خلينا نجي بما انه ايش راح يصير؟ راح نقسم الاليلات، اليل الاكس دبليو كابيتال لتر، شوفوا وين فوق هذا خلينا باتجاه الذكر اللي عيونه حمر. والواي راح نخليه من الجهه الثانيه. نجي للفيميل اكس دبليو سمول لتر، والثاني همات اكس دبليو سمول لتر. هسه راح نجي نضرب البينات. خلينا نشوف هسه ذكر عيونه حمر وانثى عيونها ابيض. الذكر اللي عيونه حمر شنو هو؟ الاكس دبليو كابيتال لتر والواي، لانه هو ذكر هذن الاليلين مالاته. ونجي والفيميل الجميت الايج ايش؟ اكس دبليو سمول لتر والاكس دبليو سمول لتر. نجي راح نضرب اكس دبليو كابيتال لتر منين؟ من الذكر ويا الاكس دبليو سمول لتر من الانثى. شو طالنا؟ طالنا اكس دبليو كابيتال لتر اكس دبليو سمول لتر. شوفوا شو طالنا؟ طالنا انثى اكس قلنا دبليو كابيتال لتر ويا اكس دبليو سمول لتر. شو طالنا؟ طالنا انثى هيتروزايغوس. ليش هيتروز؟ لانه كابيتال لتر بسمول لتر، هاي تعتبر ثانيا هيتروزايغوس. ثالث شيء لون عيونها حمر. ليش؟ بسبب وجود الجين الاكس دبليو كابيتال لتر السائد. اوكي نجي للواي. الواي من الذكر، واي من الذكر راح يجي يرتبط ويا من؟ ويا الاكس دبليو سمول لتر من الانثى. شو طالنا؟ هذا المربع الثاني فوق اعطانا اكس دبليو سمول لتر ويا من؟ ويا الواي. اول شيء بما انه اكس واي شطانة ذكر، خوش ذكر منين؟ من الدروسوفيلا. ثاني شيء ايش يعتبر؟ مو هناك ايش قلنا؟ قلنا الاكس دبليو كابيتال لتر والاكس دبليو سمول لتر قلنا الهيتروزايغس. هنا شطانة طانة هيميزايغس،
اتفقوا عليه هنا نقطه هيميزايغس. هسه اول شيء ذكر، ثاني شيء هيميزايغس اللي هو فردي الزايغوت، ثالث شيء شا لون، يا لون العين مال الذكر لونه ابيض. ليش؟ لانه وجود الاكس دبليو كاب سمول لتر، اكس دبليو سمول لتر هذا الاليل المسؤول عن انتاج اللون الابيض بالعين، وبما انه بالذكر فيحتاج فقط نسخه واحده على مود يظهر لنا يعبر عن ذاته ويظهر لنا اللون الابيض. نجي للتضريب الاخر، اكس دبليو كابيتال لتر من الذكر واكس دبليو سمول لتر من الانثى، شطانة يطانة همات، اكس دبليو كابيتال لتر اكس دبليو سمول لتر. هسه نجي اول شيء انه هذا شو يعتبر؟ يعتبر انه هيتروزايغوس. ليش؟ لانه اكس دبليو كابيتال لتر اكس دبليو سمول لتر. ثاني شيء انثى، ليش انثى؟ فيميل، لانه ماكو واي فنقول عليها انثى. ثالث شيء لون العيون حمر، ليش لون العيون حمر مالت هاي الانثى؟ لانه موجود الاليل السائد اللي هو اكس دبليو كابيتال لتر اللي راح شو يسوي؟ يقفل الاكس دبليو سمول لتر وما راح يخليه يعبر عن ذاته، وبالتالي راح تظهر لون العيون حمر اللي هي الصفه السائده. نجي الواي من الذكر ويا من؟ ويا الواي ويا من؟ ويا الاكس دبليو سمول لتر من الانثى. هذا المربع الاخير الجو اخر واحد ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا اكس دبليو سمول لتر ويا واي. اول شيء هذا ذكر، ليش؟ لانه اكو واي. ثاني شيء شو يعتبر؟ يعتبر مو هيتروزايغوس، يعتبر هيميزايغوس. ليش؟ لانه نسخه واحده من الجين، نصف فردي الزايغو فردي الزيجه او نصفي الزيجه. ثالث شيء لون عيون هذا الذكر شنو هو؟ لون عيون هذا الذكر بيض. ليش؟ بسبب وجود اكس دبليو سمول لتر اللي هو الاليل المسؤول عن انتاج اللون العيون البيضاء، وبالتالي واحنا قلنا بالذكر يحتاج فقط قليل واحد على مود يعبر عن الصفه مالته. اذا ايش راح تصير؟ راح شوف ايش صار. احنا بالبدايه لقحنا ذكر لون عيونه حمر وانثى لون عيونها شنو؟ ابيض. الانتاج صار كل الاناث شنو هو؟ عيونهن حمر، وكل الذكور عيونهم شنو؟ بيض. شوف هذا الاختلاف. اذا الاختلاف التوريث، طريقه التوريث بالسكس كروموسومز تختلف عن من طريقه التوريث بالنسبه للجينات الموجوده على السكس كروموسوم تختلف جذريا عن من عن الجينات اللي موجوده على الاوتوسومز كروموسوم، على الكروموسومات الجسميه الاخرى.